يمكن هينضم لي في خلال لحظات المدير الفني لفريق النادي الاهلي مستر مارتن لاسارتي اللي يمكن شغل كبير جدا بيبذل خلال التدريبات. حابين طبعا في البدايه نوجه له كل الشكر والتقدير، بنشوف تركيز كبير جدا في التدريبات، بيحفظ اللعيبه جمل تكتيكيه بشكل مميز جدا. النهارده في اختلاف في الاداء، في اختلاف في الشكل، في اصرار وعزيمه. حابب يقول لي على الجيم الماضي rendimiento y de técnica de equipo. Sí, yo creo que al final lo que uno entrena, si lo repites, al final se nota. التمرين بعد كل ما نكرر ما نكرر بيتحقق فعلا بنطلبه في التمرينات. Estamos trabajando mucho. بنشتغل كتير. Pero en realidad son los futbolistas que están trabajando mucho, ¿no? بس في الحقيقة اللعيبة هم اللي بيشتغلوا كتير. Y bueno, y nada, un partido más, estamos muy contentos. ماتش تاني واحنا مبسوطين. Hubo buen rendimiento sobre todo en el primer tiempo. أهم حاجة الأداء في الشوط الأولاني كان فوق كل حاجة كان كويس. Queremos seguir creciendo, ¿no? Queremos seguir creciendo como equipo, ¿no? Como club que es muy grande, ¿no? نزيد كفريق والنادي اوريدي كبير فعايزين كفريق نزيد أكتر. كمان من الأشياء المميزة إن الصفقات المتواجدة مع النادي الأهلي هي اللي بتحرز أهداف، يعني الانسجام كان سريع مع فريق النادي الأهلي، ده بيعود للجهاز الفني بتأهيله النفسي لكل اللعيبة، بيشوف الانسجام السريع ده إزاي وبيشوف إحراز الأهداف مع الصفقات الجديدة إزاي. Nuevos jugadores a entrar en el ritmo. Sí, yo creo que algunos de ellos, alguno, por ejemplo, en el caso Hamdi Fati. Más en Halet Hamdi Fati. Hubo como si llevara mucho tiempo con nosotros. El lab que no me gusta nada para otra tuila. Yasser jugó mucho mejor que el partido anterior, hizo un buen partido. Hubo Hassan Bektir en el match el efecto. Todos tuvieron una buena labor. Hubo Shaif en el cual que han hecho el quiz. Nos está costando, por ejemplo, mantener un equipo, repetir un equipo. Da bi kalifu en nahna nahafz a nafs el fari daim f nafs el match. Lesiones y alguna tarjeta. Fabat o fi crud también. Pero la verdad que en ese aspecto bien, estamos contentos. مبسوطين بالاداء كويس. عوده اللعيبه العايدين من الاصابه هيزودوا قوه النادي الاهلي، بينتظرهم اكيد مستر مارتن لان اكيد الفتره اللي جايه في تلاحم كبير جدا للمباريات، بيشوف الفتره اللي جايه ازاي مع فريق النادي الاهلي. Bueno, eso es posible, no lo sabemos, se supone. ده نفترض cuando hay jugadores que لما يكون في لاعبين موجودين معانا عندهم خبره وعندهم خبره كتير في اللعب وبيكسبوا قبل كده بطولات وماتشات فده المفروض يدينا افضليه. Pero el fútbol es presente. بس كل حاجه بتبقى بالنسب. Así que bueno, estamos contentos con lo de hoy. Ojalá que los tengamos a todos. مبسوطين بالحاضر والاداء بتاع اللعب. رسالة لكل جمهور النادي الأهلي، منتظر الكثير من اللاعبين، منتظر الكثير من مستر مارتن لاسارتي، حابب يقول لكل جمهور النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. público que espera mucho del míster y de los jugadores que... No, bueno, el mensaje el de siempre. Sabemos que es un público, bueno, inmenso. عارف ان الجماهير كبيره وعريضه. Lógicamente tenemos esa responsabilidad. Sabemos esa responsabilidad. فعارفين ان في مسؤوليه كبيره عليهم. Hoy النهارده aficionado de la Lali النهارده es una cena más agradable. النهارده كان عرض كويس. La gente está más contenta. والناس مبسوطه. Y uno sabe que eso es así. وعارف ان هي مبسوطه وعارف ان cuando uno está contenta uno sabe también que tiene responsabilidad. ولما يكون الجماهير مبسوطه عارف ان المسؤوليه تبقى عليه دايما. Queremos seguir ganando, queremos conseguir cosas. عايزين نوصل لاهداف. Queremos que la gente esté contenta. ويكون الناس مبسوطه. Y fundamentalmente queremos conseguir objetivos, ¿no? Queremos lograr cosas. واساس اهم حاجه عايزين يوصلوا للاهداف بتاعتهم. Gracias mucho. Perfecto. Thank you. بنشكر اكيد مستر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الاهلي، زي ما اكدنا قلنا كابتن اسلام كان في تركيز كبير ويمكن الراجل بيشتغل كل التدريبات بيبقى فيه فقرات تكتيكيه وتدريبيه وتحفيز جمل بشكل كبير جدا، الراجل النهارده راضي عن الاداء لفريق النادي الاهلي لكن بيقول لسه كمان الفتره اللي جايه منتظرين الكثير من فريق النادي الاهلي، عوده اللاعبين المصابين ان شاء الله يكون في تدعيم كبير للنادي الاهلي، 11 لاعب او 12 لاعب كمان يا كابتن اسلام غائبين عن فريق النادي الاهلي سواء في هذه المباراه او المباريات الماضيه لكن تدريجيا يمكن واحده ان شاء الله كل اللعيبه تدخل من جديد في قائمة النادي الأهلي، مباراة دجلة إن شاء الله القادمة، سعد سمير متواجد، صلاح متواجد، رامي ربيعة يعود إن شاء الله من جديد، وعدد كمان من اللعيبة على رأسهم حسام عاشور إن شاء الله يكون جاهز لهذه المباراة بإذن الله، التوليفة تكتمل، الانسجام مطلوب، الجدية والعزيمة مطلوبة لفريق النادي الأهلي للحفاظ على سلسلة الانتصارات سواء في بطولة الدوري العام وفي البطولة الإفريقية، عودة ليك يا كابتن إسلام وإن شاء الله يكون مستمرين معاك في خلال لحظات لقاءات أخرى من استاد برج العرب بعد فوز النادي الأهلي على فريق مصر المقصة، عودة ليك يا كابتن إسلام. شكرا جزيلا يا كريم.